بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأولئك هم المهتدون. آمنت بالله صدق الله العظيم. قاضي علامہ محمد جہانگیر قادری صاحب خلیفہ مجاز بریلی شریف سورۃ البقرہ کی آیات مبارکہ سے ہمارے قلوب